المرحلة الحالية حاسمة في اتجاه تحقيق الهدف الاستراتيجي للشعب الجنوبي وراء الصدع الذي تركته أحداث السنوات المأساوية الماضية. هذه المهمة يتحملها الجميع من قيادة الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني وكل مواطن في الخروج بالبلاد من دوامة الحروب والأزمات. نبدأ نشرتنا بمحورنا لهذا اليوم ذكرى النكبة الثانية لحضرموت. أهلا بكم. تعود علينا اليوم الذكرى 28 للغزو الشمالي على الجنوب وسقوط مدينة المقلة، وأيضا ذكرى استشهاد قائد لواء شلال وأركان حرب جبهة ساحل حضرموت العقيد ركن أحمد بحداد، واستشهاد القائد الجنوبي اللواء صالح بن حسينون وزير النفط. تعود هذه الذكرى وحضرموت والجنوب يعانيان من ضنك في العيش وصعوبة فرضية التأقلم مع المتغيرات السياسية في عموم البلاد. وبالعودة قليلا للوراء وبالتحديد في مساء الاثنين الرابع من يوليو 94، تجاوزت قوات صنعاء خط الدفاع الأخير حول مدينة المقلة ودخلت إلى ضاحيتها الغربية من منطقة فوة، ثم زحفت قوات صنعاء تجاه مدينة المقلة فسيطرت على كامل فوة وما حولها حتى أكملت سيطرتها التامة على مدينة المقلة. ولم تشرق شمس الثلاثاء الخامس من يوليو إلا وقد أصبحت مدينة المقلة وما حولها بلا قيادة ولا حماية، وانهارت المقاومة وعاث الشماليون في المدينة فسادا وعمدوا على تدمير كل ما هو جميل نكالا بأهل هذه البلدة الطيبة. يستذكر أبناء حضرموت هذا اليوم الأليم الرابع من يوليو يوم الغزو الغاشم على حضرموت بفتوى باطلة وظالمة، وقد عرفت بفتوى الديلمي الذي كان وقتها وزيرا للأوقاف في حكومة صنعاء. وانطلق هؤلاء الغزاة اليمنيون من هذه الفتوى وعمدوا على قتل الحضارمة والجنوبيون، وسيبقى هذا اليوم محفورا بقوة في ذاكرة ووجدان وعقل الإنسان الحضرمي، لأنه اليوم الذي بدأت به النكبة لأبناء حضرموت. تحل علينا ذكرى 28 لاحتلال الجنوب من قبل القوات الغازية الشمالية الذين عاثوا في الأرض فساد، نهبوا الثروات، دمروا البلاد، يعني على حاجة يعني ما حد يتوقعها، ولا زلنا نعاني إلى هذه اللحظة. الآن نعاني من حرب الخدمات. طبعا تصادف هذا اليوم الذكرى 28 لسقوط المقلة إثر تلك الحرب العدوانية التي رافقتها فتاوي علماء اليمن بشن حرب ظالمة على الجنوب بشكل عام، حيث سقطت في البدايات الأولى بعض المحافظات الجنوبية وتبقت في الأخير محافظة حضرموت والمهرة وعدن. هذه ذكرى أليمة وذكرى مشؤومة على شعب الجنوب،
من صيف حرب صيف 94 الذي اجتاح الجنوب بآلية عسكرية مدمرة وبجنازر الدبابات ظلما وبهتانا عبر فتاوي تحريضية وتكفيرية على أبناء الجنوب. وبهذا الذكرى ذكرى شئيمة مشؤومة وذكرى لئيمة يعني، ولا زلنا يعني هذه الذكرى نراها أمام عيننا ليلة أسود. نشرتنا الإخبارية متواصلة وفيها أيضا النائب أبو زرعة يبحث مع السفير الأمريكي رفع مستوى التنسيق في ملفات الأمن الإقليمي ومكافحة الإرهاب. الزبيدي يشدد على أهمية توفير البيئة الجاذبة للاستثمار في قطاع النفط والمعادن. تشكيل لجنة مجتمعية بوادي حضرموت لإنشاء محطة كهربائية إضافية جديدة بقدرة 270 ميجاوات. من جديد أهلا بكم. في العاصمة السعودية الرياض بحث نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي عبد الرحمن أبو زرعة المحرمي مع السفير الأمريكي لدى بلادنا ستيفن فاغن رفع مستوى التنسيق في ملفات الأمن الإقليمي ومكافحة الإرهاب وأهمية إيقاف ومنع حصول الإرهابيين على الأسلحة. واستعرض النائب أبو زرعة جهود الحكومة وموقف مجلس القيادة الرئاسي في دعم وإسناد مساعي المبعوث الأممي والمبعوث الأمريكي لإنجاح الهدنة الأولى والثانية، موضحا أن الشرعية وافقت على فتح مطار صنعاء وتسيير الرحلات الدولية، وكذلك تم السماح بدخول السفن النفطية والتجارية لميناء الحديدة على أن يتم دفع ذلك المردود المالي كرواتب للموظفين، وهذا ما لم يحدث إطلاقا بل ذهبت تلك الأموال للمجهود الحربي، مشيرا إلى أهمية الضغط على ميليشيا الحوثي وعلى المجتمع الدولي أن يمارس كافة صلاحيته في إجبار الحوثي على تنفيذ كل ما اتفق عليه. وأكد النائب أبو زرعة أن الحوثيين يتاجرون بملف الأسرى ولا زال العديد من المختطفين والأسرى في سجونهم، منوها إلى أن مجلس القيادة والحكومة جاهزين للسلام الشامل والعادل في حال صاع الحوثي للغة الحوار والمفاوضات، مشيدا بدعم الأشقاء في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة بما فيها تقديم الحزمة الاقتصادية الأخيرة. من جانبه أكد السفير الأمريكي على أهمية تعزيز العلاقات بين البلدين والتنسيق الدائم للوصول لسلام عادل ودائم، كما أكد أن الولايات المتحدة الأمريكية شريك أساسي مع مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية لمكافحة كل أشكال الإرهاب والتطرف. وفي سياق آخر، بحث المبعوث الأمريكي مع نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي عثمان مجلي ضرورة ردع ميليشيا الحوثي العابثة بأمن واستقرار اليمن وممرات الملاحة الدولية بدعم مباشر من إيران. وخلال اللقاء أكد النائب مجلي على ضرورة تضافر الجهود الدولية ودعم الولايات المتحدة الأمريكية لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة والشعب اليمني للخلاص من هذه الآفة ميليشيات الحوثي التي تتعمد استنزاف قدرات الشباب وتزييف وعيهم بأفكار ظلامية معادية للإقليم والعالم، ومارست أبشع الجرائم بحق الشعب اليمني وتسببت في أسوأ كارثة إنسانية في العالم. وأضاف النائب مجلي أن الموافقة على الهدنة الأولى والثانية هو من أولويتنا في السلام، مؤكدا أن الولايات المتحدة شريك أساسي في مكافحة الإرهاب وعليها مسؤولية في تنفيذ القرارات الدولية ودعم الشرعية التي تتمثل لهذه القرارات، لافتا رغم ما قدمه المجلس الرئاسي للشعب من تنازلات لم يقابلها الحوثي إلا بخرق مستدام للهدنة وشروطها التي قدمها المبعوث الدولي لقيادة المجلس. بدوره أشاد السفير الأمريكي بجهود مجلس القيادة الرئاسي وتجاوبه في تمديد الهدنة الأولى والثانية وتقديم كافة التنازلات التي تخدم الشعب اليمني وتهدف إلى إنهاء الحرب وإحلال السلام. من العاصمة عدن، شدد رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اللواء عيدروس الزبيدي شدد على أهمية توفير البيئة الجاذبة للاستثمارات في قطاع النفط والمعادن في بلادنا. جاء ذلك في لقاء جمعه بالمدير التنفيذي للشركة اليمنية للاستثمارات النفطية والمعدنية الدكتور عبد الله عمير، حيث طلع منه على أنشطة وبرامج الشركة والاستثمارات التي تنفذها الشركة في قطاع 5 جنة هند بمحافظة شبوة وجهود الشركة لإعادة تفعيل القطاع واستئناف
عملية الإنتاج فيه. وأكد الزبيدي أن قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي ومجلس القيادة الرئاسي توليان قطاع النفط والمعادن اهتماما خاصا لما من شأنه توفير بيئة آمنة تجذب المستثمرين في هذا القطاع الحيوي الذي يؤمل عليه في إنعاش الاقتصاد الوطني المتردي وإعادة تأهيل البنى التحتية في القطاعات كافة. ترأس رئيس حكومة المناصفة الدكتور معين عبد الملك اليوم في العاصمة عدن اجتماعا أمنيا لمناقشة مستوى التنسيق وتكامل الخطط بين الأجهزة الأمنية المختلفة والسلطات المحلية لمواجهة المخططات الإرهابية والأعمال التخريبية في العاصمة والمحافظات المحررة. وأطلع الاجتماع على خطط الانتشار الأمني وتأمين حركة المواطنين والتنقل بين المحافظات ومكافحة أي شكل من أشكال التقطع، كما تم استعراض نتائج التحقيقات الأولية في العمل الإرهابي الذي استهدف مؤخرا مدير أمن محافظة لحج في عدن وأودى بحياة عدد من الضحايا الأبرياء. وشدد رئيس الوزراء على ضرورة رفع الجهد والعمل الاستخباراتي من أجل رفع مستوى الأمن، موجها وزارة الداخلية بالتنسيق مع رؤساء اللجان الأمنية في العاصمة عدن والمحافظات المحررة لمعالجة أي إشكالات في الجوانب الأمنية أولا بأول، كما كلفها بتكثيف الجهود من أجل حل كافة الإشكالات الأمنية وفي مقدمتها ضمان سلامة وتحرير المختطفين في أبين ووضع حد لقضايا التقطع في محافظة لحج. إلى ذلك استمع الاجتماع إلى تقارير من وزارة الداخلية ووزير الدولة محافظ عدن أحمد لملس ومحافظ أبين اللواء أبو بكر حسين حول مستجدات الأوضاع الأمنية والحملات المشتركة لملاحقة فلول عناصر الإرهاب في أبين وضبط الخلايا الإرهابية، مشيرين إلى جوانب التنسيق القائم بين الأجهزة الأمنية والسلطات المحلية في تعزيز الأمن والاستقرار والجهود المبذولة للتعامل مع التحديات الراهنة. أعلنت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات عن موعد إجازة عيد الأضحى المبارك لهذا العام، وقالت الوزارة أن إجازة عيد الأضحى المبارك لكافة موظفي وحدات الخدمة العامة تبدأ من تاريخ 9 من ذي الحجة الموافق 8 يوليو الجاري وتنتهي في اليوم 4 من أيام العيد. وكون الإجازة تتداخل مع أيام إجازة رسمية فإن الدوام الرسمي يبدأ يوم 17 يوليو. في المكلا دعا وكيل أول حضرموت الشيخ عمر بن حبريش المستثمرين ورجال الأعمال الأندونسيين للاستثمار في حضرموت والبلاد بشكل عام والاستفادة من كافة الفرص والتسهيلات. جاء ذلك خلال لقائه وفد من رجال الأعمال الأندونسيين برئاسة السيد الحاج محمد ناصر سموترا. وخلال اللقاء رحب الوكيل بن حبريش بالوفد الأندونسي الزائر لحضرموت مشيرا إلى أن بلادنا وأندونيسيا تربطهما علاقات تاريخية وشائج متينة، مؤكدا على ضرورة تعزيز هذه العلاقات في إطارين المجتمعي والرسمي. بدوره أعرب السيد سموترا عن سعادته بهذا اللقاء وزيارته والوفد المرافق له لحضرموت، موضحا أهمية التواصل وتبادل الزيارات على مختلف المستويات بين البلدين الشقيقين. ناقش المجلس الفني لتربية ساحل حضرموت في دورته الثالثة برئاسة وكيل الوزارة الأستاذ جمال عبدون 10 تقارير مدرجة في جدول الأعمال ضمن خطة المجلس. واستعرضت أعمال الدورة 10 تقارير عن سير اختبارات شهادة الثانوية العامة وعملية التصحيح بكنترول حضرموت والنزولات الميدانية للجان المكلفة من المحافظة على المراكز الاختبارية للإشراف على سير تنفيذ الخطط والإجراءات المصاحبة للعملية الاختبارية، بالإضافة إلى تقرير دائرة الجودة والاعتماد المدرسي وعن الاحتفال بيوم المعلم وتكريم أوائل الطلاب بمدارس تعليم القرآن الكريم والمجمعات المسائية، إلى جانب تنفيذ التجارب العملية في مدارس مديرية ساحل حضرموت ونشأة التوجيه التربوي النسوي بالبوكلا، وتقريرا عن مشاركة مكتب الوزارة بالمحافظة في الفعاليات الوزارية والمنظمات المانحة بالعاصمة عدن. وخرجت الدورة بعدد من القرارات والتوصيات الهادفة إلى تحسين مستوى الأداء والنهوض والارتقاء بواقع القطاع التربوي والتعليمي نحو الأفضل. دشن لواء حضرموت التابع للمنطقة العسكرية الثانية بمعسكر الجبال السود في منطقة لبنى بمديرية دوعان المرحلة الثانية من العام التدريبي الحالي. وخلال التدشين قدمت وحدات رمزية من سرايا اللواء عرضا عسكريا للمشاة، كما نفذ استعراض لأبراز المهارات القتالية باستخدام الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، كذلك شرح خصائص واستخدامات وسمات الأسلحة المستخدمة باللواء بمختلف أنواعها وعياراتها.
وفي سياق منفصل دشن لواء شبام التابع للمنطقة العسكرية الثانية بمعسكر قيادة اللواء في مديرية دوعن المرحلة الثانية من العام التدريبي، وأشاد اللواء بالدور الكبير لمنتسبيه في مكافحة الإرهاب وفرض الأمن والاستقرار بمديريتي دوعن والضليعة منذ تشكيل اللواء وانتشاره بتلك المناطق، مترحمين على شهداء النخبة الحضرمية ومتمنين الشفاء العاجل للجرحى. نظمت لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل بالجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي بالمكلا ورشة عمل لمناقشة قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وناقشت الورشة التي شارك فيها أكثر من 30 نقابيا وقانونيا ومهتما بنشاط الجمعيات ومنتسبين لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، ناقشت عددا من أوراق العمل القانونية والمقترحات المطلوبة لتحديث قانون الجمعيات وآليات الرقابة على عملها. وتكمن أهمية هذه الورشة في تلمس واقع الجمعيات والمؤسسات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، وتحديد المعيقات القانونية والسلبيات التي أفرغت عمل مؤسسات المجتمع المدني من محتواها دون وجود أي مردود اقتصادي أو اجتماعي. تأتي هذا الانعقاد للمرحلة الأولى من مناقشة القانون، ونحن نعقدها اليوم في مدينة المكلا، بعد كده سوف يتبعها بقية المحافظات. تأتي هذه الورشة لمناقشة القانون، ويعني أهداف الورشة هو أنه معرفة القضايا والعوائق التي تقف أمام الشؤون الاجتماعية وأمام القانون المؤسسات والجمعيات الأهلية، أيضا لإيجاد حلول لها ولتطوير القانون ومعرفة وتفعيل الرقابة للعمل في يعني العمل في المؤسسات. نوجشت في هذه الورشة أربع أوراق تلخصت كلها في القانون رقم 1 لسنة 2001 بشان الجمعيات والمؤسسات الأهلية. هذا القانون خاص بالجمعيات والمؤسسات الأهلية، وتم خلال هذا تداول الكثير من الملاحظات حول هذا القانون وفقراته ومواده، وأيضا حول العديد من النواقص التي يشملها القانون، وأيضا تحدثوا الأخوان في أوراق عملهم حول الأجندات الحزبية التي تمارس في بعض الجمعيات تحت غطاء مبرر جمعية تنموية أو اجتماعية، ولكن الهدف منها أهداف أخرى حزبية وما شابه ذلك. جاءت مشاركتنا اليوم في هذه الورشة من أجل مناقشة قانون الجمعيات والمؤسسات والمنتديات والاتحادات وتفعيل هذه القوانين بما يتواكب دولتنا الجنوبية القادمة بإذن الله تعالى. وفي هذا الورشة ناقش المجتمعون وضع قوانين جديدة ولوائح جديدة تنظم العمل الجماهيري بشكل أدق وأفضل مما كانت عليه القوانين البالية التي تعب منها الناس. تم في وادي وصحراء حضرموت تشكيل لجنة مجتمعية من مختلف الأحزاب والمكونات المجتمعية تساند جهود السلطة المحلية في إنشاء محطة كهربائية إضافية جديدة بقدرة 270 ميجاوات تعمل بالغاز لتخفيف الضغط المتزايد حاليا على المولدات العاملة بمحطات التوليد. وفي اللقاء قدمت سلطة الوادي شرحا عن مواصفات المشروع الذي سينعكس على المواطن في تحسين خدمة التيار الكهربائي ورفع القدرات التوليدية لمحطات الكهرباء وتحسين أداء الكلفة الاقتصادية في مجال الطاقة الكهربائية وتقليل الاعتماد على مادة الديزل، مؤكدة أنها مستمرة في جهودها على كافة المستويات من أجل الوصول إلى إجراءات عملية على أرض الواقع تساهم في توفير الطاقة الكافية لسكان وادي حضرموت. وفي نهاية اللقاء تم تشكيل اللجنة المجتمعية والدفع بها للجهات الرئاسية والحكومة وكذا السلطات المحلية المركزية ليرى المشروع النور ويخفف عنهم الانطفاءات المتكررة للتيار الكهربائي. عقدت بسيئون ورشة عمل حول مدى الاستفادة القصوى للمختبرات المدرسية ومعامل الحاسوب والقاعات الرياضية بالمدارس، نظمها مكتب وزارة التربية والتعليم بالوادي والصحراء. وفي افتتاح الورشة أشارت السلطة المحلية بوادي حضرموت أشارت إلى أهمية الورشة من خلال محاورها التي تناقش جانبا مهما في الرقي بالواقع التعليمي، مشيرة إلى أن الواقع الحالي يتطلب تكاتف الجميع وبذل المزيد من الجهود لتطوير مخرجات التعليم والاستفادة من الإمكانيات التي تم توفيرها
وتطويرها للقطاع التربوي. وتناولت الورشة التي حضرها المدير العام لمكتب التربية والتعليم بوادي حضرموت والصحراء العديد من المحاور المختلفة حول أهمية المختبرات في تحقيق أهداف العلوم وتكوين المفاهيم العلمية للطلاب وترسيخ المعلومات النظرية وتنمية مهارة التفكير العلمي وتفعيل الجانب التطبيقي. تعد مشروعات الأسرة المنتجة من المشاريع التي تلاقي ترحيبا كبيرا من الأسر ذات الدخل المحدود، خاصة وأنها تباع عبر المعارض التي تقام. ففي مديرية غيلبة وزير بادرت اللجان المجتمعية في إقامة المعرض الأول للأسر المنتجة لإظهار منتجاتها المتنوعة. المزيد في التقرير التالي. لا تعطيني سمكة بل علمني كيف أصطاد. تحت ظلال هذا المثل اجتمعت أكثر من 48 أسرة من مديرية غيلبة وزير في المعرض الأول للأسر المنتجة الذي نظمته السلطة المحلية بالمديرية تشجيعا للمشاريع النسائية الصغيرة في إبراز نفسها والدخول إلى سوق العمل وإثبات قدرتها على المشاركة في رفض السوق المحلية بمنتجاتها. هذول الأسر تقوم بتسويق منتجاتها من البيوت عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي في الفيسبوك، فنحن عمدنا إلى تجميع هذه الأسر تحت مظلة هذا المعرض ليكون هناك خلق علاقة مباشرة بينها وبين الزبائن، بالإضافة إلى علاقتها مع منظمات المجتمع المدني لاستمرارية المشاريع الصغيرة والأصغر. وبعد أن كانت جل هذه المتاجر والأسر تعتمد على مواقع التواصل الاجتماعي في الترويج عن نفسها، وفر هذا المعرض فرصة لعرض قدراتها ومنتجاتها بشكل مباشر في تقديم عروضها المتنوعة وبث روح التنافس التجاري الشريف، بما يلبي رغبات الزبائن المرتادين للمعرض في إيجاد المنتجات المحلية بأسعار تتناسب معهم بالتزامن مع موسم اقتراب عيد الأضحى المبارك. المعرض كان حاجة جميلة جدا بحيث أن احنا نقدر نبذل فيها أو نظهر فيها ما لدينا من أشياء أخرى من غير مجالنا اللي كنا متخصصين فيه، فبالتالي نشكر السلطة المحلية على إتاحة الفرصة هذه للنساء بحيث أنهم يقدرون أنهم يشتغلون وينزلون للمجتمع بشكل يعني جميل. بدأت بأول شيء بحرف اللي هو الاكسسوارات المنزلية اللي هي الكريستالات، ثم الحمد لله بدأت كل ما أنتجت منتج أبدأ بالمنتج اللي بعده مثل مادة الرزن، وعندنا مادة الجبس الأبيض وهو فن الترازو، وكمان نشتغل على خامات أخرى غيرها مثل الكريليك وغيرها. طبعا هي فرصة جميلة أن اشتركنا في معرض زي هذا المعرض اللي ينتج أو يظهر الأسر المنتجة. وعلى الرغم من قساوة الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد والتي جعلت الكثير من الأسر تسعى إلى تنويع مصادر دخلها وعدم الاستسلام للظروف المحيطة، تبقى لمثل هذه المعارض إقبالا كبيرا في رفض سوق العمل والتسويق للمنتجات المحلية ليبقى آثارها على المجتمع. ختام النشرة هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من أنباء. النائب أبو زرعة يبحث مع السفير الأمريكي رفع مستوى التنسيق في ملفات الأمن الإقليمي ومكافحة الإرهاب. الزبيدي يشدد على أهمية توفير البيئة الجاذبة للاستثمار في قطاع النفط والمعادن. تشكيل لجنة مجتمعية بوادي حضرموت لإنشاء محطة كهربائية إضافية جديدة بقدرة 270 ميجاوات. نشرتنا الإخبارية انتهت، شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.